الآن إحنا في المحاضرات السابقة بلشنا نحكي عن تصميم الإيكوالايزيشن بيزن. الإيكوالايزيشن بيزن هو مرحلة من مراحل المعالجة، هو ما بيكون فيه معالجة، لكن هو خزان بيكون مصمم للتخفيف من الفاريابيليتي في الفلو، وبيحسن من أداء البكتيريا والعمليات الكيميائية لأنه بخفف كمان من الفاريشن في الكونسنتريشن. والإيكوالايزيشن بيزن عدة شغلات تلزمنا في الديزاين تبعته. حكينا انه اللوكيشن والكونفيجريشن اول شيء صممناه، بعدين صممنا الفوليوم تبعه، بعدين بلشنا نصمم في البيزن جيومتري. البيزن جيومتري حكينا ابعاده، حكينا شغلات عامه عن الابعاد، لكن في المثال الان حنوضحها اكثر كيف نصمم البيزن جيومتري. يعني شو قصدنا في البيزن جيومتري؟ طول في عرضه في ارتفاعه. احنا الان هون حكينا المحاضره السابقه شغلات عامه عن كم لازم الدبث ما يقلش عن كذا، الجدران شو لازم يكون فيها وهكذا. بعدين نيجي نحكي عن الايريشن اكويبمنت والديزاين للايريشن اكويبمنت، ميكسينج اير ريكويرمنتس حكينا عنها بشكل عام. فينا نوعين من الايريشن اكويبمنت، اما بيكون ديفيوزد اير، يعني بنحط مضخات للهواء في داخل الخزان. للتذكير شو السبب انه لازم نعمل ايريشن او ميكسينج في داخل الخزان؟ يصير في ترسيب ويصير في عندنا تخمر لهوائي، تمام، عشان يصير في عندي كومبليتلي ميكس سيستم عشان نضمن انه التركيز بالضبط سي انسايد يساوي سي اوت. في الديفيوزد اير ريشن الريكويرمنتس عاده بتكون من 1.8 الى 2.9 متر مكعب بالساعه، هاي الفلو للهواء لكل متر مكعب من الويست ووتر. في الميكانيكال ايريترز مش موجوده هون، لكن في عندنا رينج لا يقل عن 0.004 كيلو وات اور لكل متر مكعب من الفلو. اذا الباور من الميكانيكال ايريترز، الميكانيكال ايريترز تعطي باور، ما بتعطي هواء، بتعطي باور، طاقه حركيه. الطاقه الحركيه هي اللي بتخلي يصير في ميكسينج، بتخلي الهواء انه يدخل. فهذا الكرايتيريا بتحكي انه مش لازم يقل عن 0.004، تمام. الان وحكينا انه في عندنا بتكون مانيفاكتشر داتا، في انواع من المضخات او المراوح، عفوا انواع المراوح هاي كل نوع بعطينا كم السايز من الكيلووات وكم الاوبريتنج ديبث والكومبليت ميكس زون وهكذا. وحكينا انه وين تبي لزمنا يكون في عندنا درافت تيوب وين تبي يكون في عندنا تو شالو. توقع ان الدرافت تيوب ما حكينا عنها. يعني مثلا لو انت افترضت، لو اخذت اخترت المضخه اللي 3.5 لها 3.5 كيلو وات، هاي 3.5 كيلو وات مش لازم الدبث يقل عن مثلا 0.7 او 0.8. اذا قل عن 0.8 تو شالو، يعني ما بتقدر، ما بزبطش هيك. اذا كان من 0.8 ل 1.4 مثلا، هاي انت بتكون في هاي المرحله انتي ايريجن اسمبلي ريكوايرد، اللي هي بتذكروا فرجيناكم اياها بالصوره، اللي هي الكونكريت ايروجن باد، هاي اللي هي اللي بتحمي اللاينر الماده العازله اللي تحت من الحركه تبعت المروحه، تمام. يعني شو المعنى؟ معناته انتم صحيح ان المروحه بتشتغل، لكن الطاقه الحركيه اللي فيها ممكن تعمل اهتراء لللاينر اللي تحتها، فعشان هيك لازم تدعمها، فبندعمها في كونكريت باد، قواعد كونكريتية. ممكن حد يحكي طب ليش ما نصب القاعدة كلياتها؟ تكلفة، مش ضروري. ضروري ان نصب تحت المروحة بالضبط. هاي في حالة انه احنا في هذا الرينج. اذا انت من 1.4 ل3.4 ما بلزمكش اشي. احنا بنحكي بس عن هاي المروحة اللي 3.5. ما بلزمكش اشي. لا بلزمك الانتي اوريوجين ولا بلزمك درافت تيوب. شو درافت تيوب؟ اذا كانت العمق كبير فالمروحه هاي وين بدك تحطها؟ اذا حطيتها من الاعلى بوصلش اللي تحت، واذا حطيتها من تحت بوصلش اللي فوق، واذا حطيتها بالنص لا بوصل تحت ولا فوق.
فعشان هيك بلزمك إشي اسمه درافت تيوب، تطويلة إلها. درافت تيوب بتصير إنه من فوق ومن تحت، يعني هذا التيوب بنقل الهواء لتحت، يعني المروحة بتكون مثلا من الجزء العلوي وهذا بنقل للجزء السفلي، هذا هو درافت تيوب. هذا إذا كان عندك الدبث أكبر من هيك، تمام؟ وانت نختار هاي وانت نختار هاي وانت نختار هاي. حنشوف الآن في المثال. المثال بحكي select an appropriate aerator and aerator configuration، توزيع for the equalization basin volume calculated in example 26. الإكزامبل السابق اللي حليناه على الإكسل تذكروا كان 1080 متر مكعب كان الحجم. Assume the aerators in table 2013 are available and figure 2018 applies. يعني هذا الفيجر وهذا الجدول هم اللي بدنا نصمم بناء عليهم، يعني هذا هو المصنع المتوفر عندنا في البلد، بدي اصمم بناء على الداتا المتوفره. الان قبل ما نصمم الايريترز بدنا نصمم البيزن جيومتري، ابعاد الخزان. ابعاد الخزان او عشان نصمم ابعاد الخزان بدي طول وعرض وارتفاع، تمام؟ انا عندي الفوليوم، طيب ما بقدر اعرف الارتفاع. ليش؟ لأنه الارتفاع بناء على إيش؟ على المضخة. إذن في الأول لازم أختار المضخة. بنختار المضخة لأنه المضخة هي اللي بتحدد شو الأوبريتنج ديبث اللي أنا بدي إياه، تمام؟ فأول إشي بنختار مضخة. حكينا إنه بلزمني 0.004 كيلو وات أور لكل متر مكعب. أنا عندي كم متر مكعب؟ 1080. فبنضرب هاي في هاي، إذن بلزمني 4.32 كيلو وات، تمام؟ 4.32 كيلو وات، هذا required for blending. required for blending هاي الطاقة الحركية اللي بتلزمني. إذا هاي 1080 جبناها من المثال السابق، وهاي 0.004 اللي حكيت لكم إياها الكرايتيريا، مش موجودة عندكم في السلايدات لكن هي هيك الكرايتيريا. 0.004 على الأقل، minimum 0.004، تمام؟ طيب بنروح هون، أي إشي فوق ال 0.004 عفوا ال 4.32 بكون مناسب لنا، تمام؟ لكن في عنا اعتبارات أخرى، يعني مثلا ممكن أنا أخذ هاي الخمسة ونص بتحقق شرط الـ 4.32 لكن بتحقق الشرطين ثانيات. الشرط الأول شرط الريدندنسي، حكينا أنه ممنوع تصمم إشي لحاله دائما في كل البيئة، في سواء كان في معالجة المياه ومعالجة المياه العادمة، الريدندنسي بيشترط أنه لازم يكون عندك أكثر من شغلة شغالة عشان إذا خربت شغلة تكون الشغلات الثانية تشغلة. هاي شغلة. الشغلة الثانية صحيح حقق شرط الباور، لكن هل حقق شرط المساحة؟ ممكن ما يحقق شرط المساحة، يعني طلع على المساحة اللي هون اللي بغطيها ال 5.5، الكومبلكس كومبليت ميكس زون 15 متر، الدايمتر تبعه 15 متر. الآن هل هذا ال 15 متر بيأدي المساحة اللي بدي إياها؟ أنا كم عندي الحجم؟ 1080 صح؟ كم الدبث النومينال اوبريتنج دبث لهاي؟ 3 صح؟ 5 و5 2 و4. 2 و4 اقسم 1080 على 2 و4 كم تطلع المساحة؟ 450. لحظة بس خلينا نجيب الرقم. 450 متر مربع. شو اللي عملت انا؟ أنا عندي خزان، بعرف فقط الفوليوم فيه، تمام؟ اخترت مضخة، هاي المضخة اللي هي 5.5 بناء على إيش اخترتها؟ على الباور ريكويرمنت. باور ريكويرمنت 4.3 أقرب إشي عليها، طبعاً لو بصيرش نأخذ أقل منها لازم نأخذ أعلى منها، 5.5. الآن الـ 5.5 هاي الـ nominal operating depth إلها كم؟ 2.4. أنا عارف الفوليوم للخزان، إذن كم الـ depth تبعه بصير؟ 2.4، إذن كم الـ area؟ 1080 على 2.4 كم تطلع؟ 450. طيب ما عرفتش الطول والعرض، الآن كيف نعرف طول والعرض؟ نفترض إنه كيف نفترض واحد؟ بناء على إيش؟ هل عمله مستطيل ولا مربع وليش؟ نعمله مستطيل ولا مربع وليش؟ مربع. ليش؟ عشان الهواء تعطي لكل الجهات. لأنه شو السيستم؟ بي اف ار ولا سي ام اف ار اللي عندنا هون؟
CMFR صح؟ لأنه أنا بدي complete mixing ولا no mixing؟ complete mixing لأنه أصلاً هو mixing basin صح؟ تذكروا CMFR والPFR اللي أخذناهم في الماس بالانس؟ CMFR أقرب على المربع، الPFR أقرب على المستطيل زي اللونج نارو ريفر زي البايب صح؟ إذن بدي إياه يكون مربع، إذن أنا عندي الأريا وهي الأريا مربعة، إذن بقدر أعرف الطول والعرض، كم طول والعرض؟ جذر التربيع للرقم اللي أعطيتوني إياه، إذن هاي 2.4 هاي كم؟ 21.2 21 أو سيركولر، لكن السيركولر صعب تنفذه. واحد وعشرين فاصلة اثنين. وهاي 21.2 تمام؟ طيب كم القطر تبعه؟ نقدر نعرف؟ فيثاغورس تمام؟ جذر التربيعي 30 صح؟ هاي المروحة كم بتأدي بتعطي؟ بس 15. إذا نص المساحة اللي بدي إياها أنا، نص المساحة اللي بدي إياها بتغطي كومبليت ميكس زون، فحيكون في عندي مناطق كثير هون 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 مش راح يوصلها الميكسينج. إذا عشان هيك هاي ما زبطت معنا تمام. إذا واحدة مروحة واحدة ما بتزبط، ما بتزبط معنا مروحة واحدة، بدنا أكثر من مروحة. فهون بالمثال هو مقترح نختار أربع مراوح. مرة تانية عشان المروحة تزبط تتحقق ثلاث شروط. أول إشي شرط الباور، شرط الباور إنه لازم يكون عندي الباور أكثر من 4.32. جبنا واحدة 5.5 أكثر، هاي حققت الشرط. الشرط الثاني redundancy، إنه لازم يكون في عندي إذا واحدة خربت الثانيات يكونوا شغالات، هاي ما حققتهاش. لسه في كمان شرط ثاني أو ثالث ما حققته، إنه لازم يكون الcomplete mix zone. حكينا إنه إذا في عندي مروحة هون وأنا بعيد عنها كثير ما رح يوصل لي شيء، إذا قربت عليها ممكن يوصلني صح، مع أني ما أنا مش تحتها. إذا في عندي mixing zone مجال إلها بالضبط، المجال تبع هاي المروحة اللي اخترناها 5.5 15 متر من وين جبناه؟ من الجدول بالمواصفات. فأنا لما جيت أحسب المجال اللي لازم تغطيها هاي المروحة 30 متر صح؟ فالثلاثين متر هاي ما غطتها الخمستاش، فإذا هاي المروحة فاشلة، فشل هذا الديزاين. الاقتراح الثاني إنه نعمل أربع مراوح. يعني الأربع مراوح اللي هدول عشان يعملوا ال 15 متر بتغطي 32 بتغطي 30 متر. مو كان الديزاين إنه نشغل واحدة صح؟ لا 15 كامل ديامتر، ديامتر 15، ديامتر 15 مش الراديوس 15، ديامتر 15. تنتين هل بيزبط تنتين؟ بكون في عندك ديد اندز. ثلاثة برضو بيزبطش. كيف يعني واحدة أعلى من الثانية؟ لا ما هو ده تغطي مساحة، بدك تغطي المساحة. ما بغض النظر شو كان الارتفاع تبعهم، المهم المساحة بهمنا. كيف بده يكون تنتين؟ تنتين من ال 15؟ جرب ها. حطهم على قطر واحد. يعني المفروض يكون معك لو على الاوتوكاد هاي بتزبط، لو مشغلين الاوتوكاد بتزبط. هاي القطر عندي، القطر قطره 30. أنا عندي 15 صح؟ 15 من هون و 15 من هون، هاي 15 15. طب هاي المناطق هاي اللي هون واللي هون وين احطها؟ افقي او عمودي؟ والقطر احسن. هاي خمس كم؟ هاي 20 صح؟ يعني هاي 15
وهي 15. يعني اذا ضبط التطبيق لا في مناطق يعني هو لو معنا اوتوكاد مستحيل تزبط. يعني دكتور لانه مربع يعني بيكون اربع انسب شيء كان كل زاويه. هلا بنشوف كيف. خلينا نشوف. طلع في المثال نفترض انه اختار أربعة. كم الباور ريكويرمنت؟ انا عندي 4.32 تقسيم 4 اذا كل واحده فيهم لازم تكون 1.08. نرجع للجدول فيش 1.08 اكثر شيء 1.5. اذا 1.5 في 4 6، 6 اكثر من 4.32 تمام حققت الشرط. لكن هدول كم الكومبليت ميكس زون لهم؟ 8. هل الثمانية هاي كفايه؟ نشوف على الرسمه تبعتنا. كم هذا القطر اذا هاي اعتبرنا انه لا الان هاي 2.4 كانت صح؟ يعني احنا بدنا نشوف كم الدبس تبع هذيك الدبس تبعها مش 1.8. الان الدبس تبع هاي عشان نكون دقيقين معاك رينج للدبس الواحد ونص. صحيح انه من الاوبريتنج دبس لها 1.8 لكن انا في عندي رينج ال 1.5 يتراوح من هذا الرقم الى هذا الرقم من 1.1 ل 2.9. صحيح النومينال له 1.8 هذا النومينال هو اللي بالنص لكن انا معي رينج. لان انا كمهندس مين احسن لي اخذ ال 1.1 ولا ال 2.9؟ مينيموم ديبث ولا ماكسيموم ديبث؟ ماكسيموم ديبث عشان اوفر في ايش؟ المساحه، اقل المساحه المطلوبه، صح؟ لا نفس الهوايه، هي نفس الهوايه بتشمل تشتغل نورمالي من غير ما تحط لها لا انتي ايروجين اسمبلي ولا درافت تيوب، بتشتغل من 1.1 ل 2.9 بتشتغل نورمالي، يعني فيها رينج. لا الخزان انا بدي اختار الدبث للخزان. 2.4 هسه جبناها لانه احنا اخترنا ال 5.5 هاي جبناها 2.4 احنا منا يعني. ال 5.5 شغالين برضه في لها رينج تشتغل على الرينج تبعها ماشي. يعني المفروض انه اذا على الدقه تشتغل على ال 5.5 تاخذ على الرينج تبعها اللي هي 3.5 مثلا او 3.4 بيختلف الحساب شوي بس مع ذلك ما بتزبط. في الشرط اللي قلت انه لازم تكون في وحده احتياط. لازم يكون في وحده احتياط صح. يعني مستحيل وحده لحالها تزبط مستحيل. حتى لو جبت ام ال 25 حتى لو غطت لك المساحه كلياتها شرط الريدندنسي ما بزبط معنا تمام. اذا ما بصيرش تكون وحده شغاله لحالها. وحده شغاله لحالها لا، لان نجيب ثنتين ولا ثلاث ولا اربع ولا خمسه هون السؤال، هون اللي بدك انت تعمل اوبتمايزيشن له. الان خلينا نشوف اللي اقترحه هو المثال الاربعه. الاربعه كل وحده فيهم 1.5 الدبث تبعهم 2.9 حكينا صح. اذا كم بتكون المساحه اذا حسبت المساحه نفس الطريقه 19.3 عفوا المساحه 372 اذا اللينث والويدث 19.3 19.3 اذا القطر 27.29 تمام 27.29 اذا كل واحده من هذول بما انهم الثنتين على القطر اذا كل واحده منهم لازم تغطي 27.29 على 2 صح. يعني 13 و64 كم القطر تبعها 8 اذا ما بتزبط. اذا اللي اقترحها هاي ما بتزبط. اذا بدنا نختار شيء بيكون اكثر من 13.64 صح. بدنا نكون نختار مضخه يكون الكومبليت ميكس زون الها اكثر من 13. فبنروح بنلاقي انه هاي 3.5 14 تمام. اذا هاي 3.5 ادت الغرض اللي بدنا اياه. صحيح. يعني هون اللي بيحكي سلطان انه في ممكن يكون في اكثر من جواب صح. ممكن يكون في اكثر من جواب. مين اللي بيحكمك؟ الكوست.
يعني الكوست هو ممكن انه يكون هو الـ 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 العامل المحدد هون. تمام. ف الثلاثة ونص زبطت. عندي 14. تشيك ذا ديبث. الان نتاكد هل الديبث تبع 3.5 مناسب، 2.9 اللي احنا اخترناه مناسب للثلاثة ونص ولا لا؟ فبنروح على 3.5. احنا اخترنا 2.9، 2.9 هون، اذا هي في النومينال اوبريشن ديبث، نومينال اوبريتنج ديبث. تفضل. بالضبط. تقدر بتوفر اكثر اكثر واكثر. تمام. الان عشان هيك حكينا فيش انه حل واحد، يعني في عنا عدة حلول، لكن هاي هي طريقة الحل. تفضل. برضو بصير، يعني برضو بصير انك تختار انواع مختلفة، لكن يفضل انه تختار نفس النوع عشان القطع وعشان سهولة التشغيل، يعني اسهل من ناحية، بس من ناحية عملية لو اخترت ميكس بصير. تفضل. الرسم هاي الرين شبه هي من الخط للخط، يعني هاي 3.5 من نص 3.5. طبعا هو مش يعني، يعني ممكن حد يحكي طب ناخذ من اولها ولا من اخرها، مش راح تفرق كثير، يعني مش هالفرق الكبير. يعني انا 3.5 هاي اولها لهون وهاي اخرها نورمال. قصدك النورمال. بناخذ منطقه النورمال، لانه منطقه النورمال هاي اللي لا بيلزمك لا فيها تطويله، لا بدك يلزمك درافت تيوب، ولا بيلزمك الانتي اوروجن اسمبلي. دكتور في مشكله لو صار ميكسنج زياده، يعني جبنا مروحه اقوى من اللازم. هلا بتشوف ليش. الان لو لما جبنا الاربعه ام 3.5 الزون اللي إلها اكبر طلع هون في فبده يصير اوفرلاب مع الجوانب. شو يعني اوفرلاب مع الجوانب؟ المي ما بتطلع من الجوانب، ولا شو بصير فيها؟ بتصير تخبط في الجوانب. اذا بدك يكون عندك تدعيم للزوايا هاي اللي بيكون فيها اوفرلاب، انا راح يصير في عندنا مشكله. فانت كل ما زدتها اكثر بده يصير في عندك مشكله اكبر، وبصير تكلفه اكبر اكيد. تمام. يمكن تمسك الجريت بجدران الخزان. المفروض انت الان هون بعد جريت ريموفال، يعني هاي المرحله بعد جريت ريموفال. فممكن قصدك انه المواد العضويه ممكن تمسك فيها، ممكن انك تصير تمسك في جدران الخزان، صح. تمام. اذا هذا هو الديزاين اللي صار عندنا. ملاحظات: multiple aerators are selected to provide redundancy. alternate solutions that require less power are possible، زي اللي انتم حكيتوا عنه، انه يكون ممكن يكون عندي ثلاثة، ممكن يكون عندي خمسة، ممكن يكون عندي أربعة، ممكن ميكس. But power requirements to prevent the deposition of solids may be greater than the required for blending. لأن احنا هذا اللي عملنا power للبلندنج، power الخلط اللي هو 0.004. لكن بيحكي لك انه requirement، power requirement لانك تمنع الديبوزيشن، انه يضل في عندنا ميكسينج ويمنع انه يصير في عندي ديبوزيشن، ممكن يكون اكبر من هيك. فما تخاف انه زاد عندك الباور. يعني احنا اذا بتطلعوا على الباور 3.5 في 4 كم؟ 14. كم كان مطلوب منا؟ 4.32. ممكن تحكي ولا وهالقد صار عندنا فاكتور في سيفتي؟ لا، هذا الباور بيلزمك لشغلات ثانيه كمان. وبيكوز اوف ذا انفلوب فور كومبليت ميكسينج از فيكست باي ذا دياجونال، the zone of complete mixing of each aerator will overlap the edges. زي ما حكينا this may present erosion problems. بدك تعمل تدعيم للجوانب. تمام. باطون صار بلاستيك مقوى اكثر، يعني شغله زي هيك. تمام. طيب نيجي للمرحله وين وصلنا، الرابعه. عملنا اللوكيشن كونفيجريشن، عملنا الفوليوم، عملنا الجيومتري، وعملنا اللي هي الباور الميكسينج والاير ريكويرمنتس. الان نيجي للخامسه ابرتيننسز. شو بيلزمني معدات ثانيه؟ احنا برد بذكر احنا بنحكي عن ايكوالايزيشن بيزن، خزان مش لمي عاديه، هاي ميه مجاري، مياه عادمه،
خزان لمياه عادمة. خزان المياه العادمة هاد بدك تتعامل معه مش بس تتعامل مع خزان المياه العادية، لأنه في عنا مشاكل كثير منه. ففي عنا غير الميكسينج ريكويرمنتس، في عنا كمان معدات ثانية ما بتلزمك أصلا في خزان المياه العادية. شو هي هالمعدات؟ أول شيء الهوز فاسيليتيز for flushing grease and solids from the basin walls. إذا بتتذكروا المرة اللي فاتت حكينا إنه الخزان هذا بتعبى وبفضى بتعبى وبفضى، بوصل الساعة 8 بكون فيش فيه ولا إشي، برد ببلش الساعة 9 بلش يزيد، الساعة 10 بالليل بلش ينقص 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 لحد ما يوصل الساعة 8 بزيد وبنقص. فشو بصير في الجدران هاي؟ بتتعلق عليها المواد العضوية أو الزيوت والشحوم، الشغلات اللي الزيوت والشحوم هاي ما بتت في الجريت ريموفال ما بتنشال، فموجودة عندنا فبتتعلق على الجدران. فلازم يكون في عندك فاسيليتيز، هوز فاسيليتيز، هوز اللي هو يعني برابيش، يعني الهوز يعني البربيش، خراطيم. الخراطيم هاي عشان تتخلص من الجريس ومن من الجدران، لأن تنظيف الجدران grease and solids from the basin walls. بالخزان تنزل على الخزان، يعني بديش اياها تعلق، بدي اياها تروح على المرحله اللي بعدها اللي هي مرحله البرايمري وبعدين على السكندري عشان البكتيريا توكل نتخلص منها بعدين، لانها مواد عضويه هاي. يعني حتى الزيوت والشحوم هي مواد عضويه. هاي ووتر تيك اوف تو ريموف سكم. سكم اللي هي الحثاله، اللي هي الشغلات الخفيفه، الشغلات اللي بتطفو على السطح، الخبث، الخبث اللي بيطفو على السطح. هاي ووتر تيك اوف تو ريموف ذا سكم. اذا بده يكون في عندي برابيش، هذيك البرابيش اللي بالاول عشان الجدران، هاي بدها تتخلص من الحثاله. هون اسبراي سيستم تو ريديوس فوم، غير الخبث هذا اللي بيكون موجود، بكون يعني المواد الصلبه الخفيفه بكون في عندي رغوه، نحكي عن ويست ووتر، بكون فيها رغوه فوم، لانه بكون في مواد تنظيف وصابونه ومش عارف ايش معها. فهذا الفوم عشان تخلص منه برضه بترش عليه مي، ترش من فوق مي من فوق عشان الفوم هذا يهمد، عشان لأنه الفوم هذا أي نسمة هواء بتصير تطيره وتوديه على المناطق اللي حواليه، تمام؟ فلازم ترش على وجه هذا الخزان عشان يهمد الفوم. A bypass so that the basin may be dewatered for maintenance. Bypass يعني طريق التفافي. إحنا بنحكي عن خزان، هذا الخزان على فرض انه كان انلاين، مش حكينا في انلاين واوف لاين. الانلاين يعني كل المي بدها تدخل فيه وتطلع منه، طب بلكي بدي اعمل له صيانه، بلكي خربت واحده من المضخات هاي بدي اعملها صيانه، وين اروح في المي اللي جاي عندي الويست ووتر؟ اذا لازم يكون في عندي طريق التفافي باي باس عشان الويست ووتر يروح على المراحل الثانيه من غير ما يدخل على الخزان، عشان اخذ راحتي وانا اعمل صيانه للخزان. A basin flushing system to remove sediments. لأن لسه غير الشغلات اللي طفيت على السطح، غير الفوم، غير الشغلات اللي علقت في الجدران، ممكن يكون في مواد صلبة ترسبت ثقيلة هاي. صحيح إحنا بنعمل ميكسينج عشان ما تترسب، لكن مش إيفيشنت 100% السيستم تبعنا، فإلا يكون في شغلات ترسب. في سكرينز وفي جريت ريموفال، بس إحنا بنحكي عن المواد العضوية، المواد العضوية ترسبت، شو نعمل فيها؟ إذا لازم يكون في عنا flushing system عشان ننظف شطف بالضبط في الساعة اللي بيكون فيها الخزان فاضي بدنا نشطف. لا أكيد مش يدوي، فسيستم لازم يكون في عندنا flushing system. فعشان هيك سميناهم هذول appurtenances. إذا كلها معدات وأنظمة، كل هذا النظام كل واحد فيهم بده ديزاين يعني معقد، تمام؟ إذا هاي appurtenances. If لسه في كمان if others are of concern، يعني إذا في ناس ساكنين حوالين المحطة هاي، زي ما أنا شفت في أمريكا محطات بين البيوت بتكون، فما بدك تخلي الناس يشموا ريحة مجاري على طول. If others are of concern then a covered basin، عادة إحنا بنعمل البيزن مفتوح، لكن إذا اضطرينا بنعمله covered والهواء اللي طالع منه بنعمل له معالجة، تمام؟ with appropriate other control should be provided. إذا covered with other control. Other control يعني شفاطات، باختصار شفاطات بتشفط كل الهواء اللي طالع منه بتوديه على إيش scrubbing أو نوع من أنواع معالجة الهواء اللي طالع. فالروائح هاي كلها بتروح. مثلاً فلتر فحم، لأنه بتعرفوا الفحم المساحة السطحية له عالية كثير، activated carbon مثلاً،
بمتص يعني زي واحد لما يكون عنده غازات مثلا، مش بيحكوا له اشرب اقراص فحم، في اقراص الفحم هذول هاي بتمتص الغازات، نفس الشيء بتمتص الروائح هاي، فلتر فحم بنمرر الهواء اللي طالع منه على فلتر فحم بيمتص الروائح هاي كلها. تفضل. في الامطار بسكروها لا، فبدك تاخذ بعين الاعتبار انه يكون في عندك امطار. حتى محطه نابلس الغربيه كل المحطات المعالجه ما بتكون مغطيه، فبدك تاخذ بعين الاعتبار كميه المطر اللي بتدخل عندك تحسب. مكلف، مكلف جدا تسكيرها، مساحات كبيره، احنا بنحكي عن مساحات ضخمه انك تسكرها كلياتها. حتى لو زينكو يعني ما يعني بالضبط، يعني بدك تغطيها، بدك تصرف المية، يعني بدك سيستم مكلف. يعني اذا بدك، اذا معك مصاري ليش لا، يعني فيش شيء بيمنع، يعني فيش شيء بيمنع انه تغطيها. يعني من ناحية هيدروليك ما في شيء بيمنع، اذا كانت مو بدك اياها تكون معرضة للهواء كمان، لانه احنا في عندنا مراوح، هاي المراوح بدها تاخذ هواء وتحطه وين؟ في البكتيريا، فبرضه بدناش نمنع الهواء عنها. يعني اذا انت سكرتها بدك تأخذ بعين الاعتبار إنه في هواء كافي إنه يدخل عليها، فبدك مضخات هواء اللي تعطيك، ف يعني بتصير مكلف أكثر وأكثر. فعشان هيك حتى في أمريكا يعني مفتوحة بتكون، يعني مش مغلقة. تمام. طيب آخر إشي اللي هي البامبس، لأن ممكن يلزمك بامب بعد زي ما شفنا في الكونفيجريشن، هدول البامبس اللي بنحكي عنهم، البامبس اللي بتطلع من الايكولايزيشن بيزن. هاي البامب شو المواصفات تبعتها؟ لو هيد بامب. اذا هاي البامب بتعرفوا البامب كيو والاتش اللي بتتحكم فيها. مرات انا بدي ارفع كيو كثير، ارفع هيد عالي، فالكيو فانا بلزمني هون ايش؟ الكيو الكبير، ما بلزمني الهيد العالي، لانه هاي المرحله اللي بعدها مش مرحله اعلى منها ولا اوطى منها، بس انا بدي مرحله ترفع لي الكيو او توصل لي الكيو. اذا لو هيد بامبس مي بي ريكوايرد تو كاري ذا ويست ووتر تو داون ستريم بروسيسز. تمام. طيب هاي الترناتيف بريليمينري بروسيسنج. تفضل. لا هذا مش سكرو، ما بلزمك سكرو بامبس هون، لانه خلص ما في عندك مواد صلبه كثير، ما لانه وين بتكون عاده الايكولايزيشن بيزن؟ كله بعد الجريت تشامبر والفلو ميجرمنت والبامبس والباراكس والامور هاي كلياتها. هون ممكن يلزمك السكرو بامب في هاي في المراحل هاي اللي لسه، يعني لو حتى كانت قبل الباراك قبل السكرينز بلزمك سكرو بامب، لكن هون ما بلزمك سكرو بامب، لانه احنا بنحكي عن خلص صارت ميه فيها مواد عضوية صغيرة أو ذائبة، يعني ما في عندي شغلات كبيرة اللي ممكن تسكر البامبس، فبامبس عادية هون بمشي الحال. تمام. فهاي الكونفيجريشنز إذا بدك conventional arrangement for force main flow with bar rack at lift station، يعني بعد اللفت يعني قبل اللفت ستيشن في عندنا bar rack، بيكون bar rack bump اللي هو اللفت ستيشن، flow measurement, grid chamber, equalization basin. إذا عندنا membrane system downstream, gravity flow, combined sewer، بنعمل flow measurement, grid chamber, equalization basin وهكذا. يعني الناس ندخل في تفاصيلها، هاي configurations لل preliminary treatment plan. تمام. يعني في عندنا أنواع منها. إحنا ال conventional اللي متعودين عليه إنه يكون في عندي screens، فلو البامبس اذا لزم البامبس، مش دائما بيلزم البامبس، الفلو ميجرمنت، الجريت تشامبر، ايكوالايزيشن بيزن، بعدين بتروح على البرايمري، بعدين بتروح على السكندري، بعدين بتروح على التيرشري. في محطه نابلس الغربيه ما في عندنا ايكوالايزيشن بيزن للاسباب اللي شفتوها، مكلفه جدا الايكوالايزيشن بيزن، بده مساحه كبيره، بفوائده كثيره صح، لكن بده كوست عالي. أوفر ما أعمل تاني محطة صح. يعني أنا بصراحة ما بعرف شو اللي مفكرين فيه الآن بعد لأن قربنا نوصل للكباسيتي في المحطة. المحطة اللي شغالة حاليا 15,000 الكباسيتي تبعتها، يمكن وصلوا 11,000 حاليا.
فمش بعد فتره طويله راح نوصل لل 15000. هل هم بدهم يعملوا المرحله الثانيه منها نفس الشيء ولا بيعملوا ايكولايزيشن بيزن عشان يشتروا كمان سنه؟ يعني بصراحه ما بعرف. 15000 متر مكعب ليه الكيو ديزاين؟ يعني الكيو ديزاين لها 15000 حاليا. الكيو الاكتوال 11000 بتوصل الماكسيموم. تمام. طيب الان بدنا بس هيك ناخذ خلصنا البريمري بدنا نروح على البرايمري بعدين على السكندري بعدين على التيرجري اذا صار في معنا مجال. بس قبل هيك بدنا ناخذ لمحه صور. يعني الان من هون لنهايه المحاضره طال 10 دقائق ناخذ صور وهيك بس لمحه بسيطه عن شو الشغلات اللي حنشوفها. البار راكس اللي هي السكرينز الهدف منها التخلص من الشغلات الكبيره. زي ما انتم شايفين البار راكس مش بس سكرينز عاديه, هاي المانيوال اللي هي السكرينز العاديه. احنا بنحكي عن اجهزه معقده فيها ميكانيزمز للتنظيف. سوليد ماتيريال ستورد ان هابر اند سنت تو لاندفيل, اذا بتتخزن بنوديها على اللاندفيل. ميكانيكالي اور ان رير انستنسز مانيوالي كليند, زي اللي فرجيناكم الصوره اللي بتكون فيها مايله وبنظفوها بشكل يدوي. الجريد تشامبر الهدف منه ريموف انرت. شو معنات انرت؟ انرت لا مش داخلي, معناتها الخامله, يعني اللي ما بتتفاعل اللي ما بتاكلها البكتيريا, هاي القصد فيها انرت اللي هي الجريد ماتيريال. يعني انرت دنس ماتيريال يعني كثافتها عاليه, such as sand, broken glass, silt and pebbles. شو كمان دخلنا فيها؟ قشر البيض, بذور بعض الفواكه, لي بذور قهوه, بقايا القهوه, هاي العظم, bone chips. كل هاي الامور تدخل في هذا التعريف. هي مواد ما بتاكلها البكتيريا وكثافتها اعلى من كثافه المواد العضويه. Avoid abrasion of pumps and other mechanical devices. Material is gold, is called grit. اذا هاي الماتيريال بنسميها grit. الجريت تشامبر اخذنا الديزاين تبعه. البرايمري سيتلينج الان خلصنا هيك البريليمينري, نيجي للبرايمري. البرايمري هو سيتلينج ترسيب. بنرسب ايش هون؟ المواد العضويه اللي خليناها تنفذ من الجريت تشامبر. هاي المواد العضويه القابله للترسيب, هاي انا بدي ارسبها. Purpose settle organic particulate matter and thus remove BOD. إذا هون منبلش نتخلص من BOD لأنه المواد العضوية اللي هي بمثلها BOD هي أهم ملوث في الويست ووتر. الآن الهدف من محطة المعالجة, الهدف الأساسي من محطة المعالجة كلياتها إنه نتخلص من BOD. هون منبلش نتخلص من BOD. BOD نتخلص منه مرحلة ممكن كلياته البكتيريا تأكله هذا BOD. لكن حكينا إنه BOD تكلفتها البكتيريا تكلفتها عالية لأنه بلزمها مضخات هواء وسيدمنتيشن بيزن كبير وغيرها. فممكن نستغل قبل ما نوديها للبكتيريا لسيدمنتيشن بيزن أرخص لأنه يعني بيعتمد على الجرافيتي. الجرافيتي ببلاش من ربنا, قوة من ربنا أعطانا إياها. فإذا من 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 رسب البي أو دي ممكن زي ما أنتم شايفين هون ريموفال إفشنسي تكون تقريبا 30%, توصل ل 30%. يعني 30% من البي او دي, يعني البي او دي اللي داخل مثلا اذا كان 1000 على البرايمري بيطلع من البرايمري 700. ف 30% هي كميه كبيره من غير ما تدخل البكتيريا لسه, من غير ما دخلنا البكتيريا. تانكس مي بي سيركولار او ريكتانجولار. السيتلد سلج اللي هو الرو سلج از ريموفد ميكانيكالي. رو سلج ستابلايزد اند دي ووترد بيفور ديسبوزل. اذا السلج اللي هون مش زي اللي طلع من الجريت. هذا السلج مواد عضويه قابله للتحلل, يعني شيء بتعفن, شيء بتطلع ريحته, البكتيريا ممكن تاكله. اذا ما بصير ان نتخلص منه بشكل مباشر, اذا لازم نعمله ستابلايزيشن. ستابلايز يعني بنوديه على سلج تريتمنت, بنعالجه معالجه مثلا هضم لا هوائي, بعدين نتخلص منه, ناخذ منه طاقه مثلا او بنحوله لسماد اللي بدنا اياه, غاز الميثان. هاي أمثلة على البرايمري سيتلينج بيزنس, هيك بكون شكلها. السكندري تريتمنت هنا لب المعالجة. هنا بدنا يعني أغلب كل البي او دي تقريبا بتنتخلص منها هون في هاي المرحلة اللي هي السكندري تريتمنت. Provide BOD removal beyond what is achieved in primary treatment.
ريموفال السوليوبل بي او دي. هون اي شيء مش اي شيء عالق في البرايمري، اي شيء عالق مش ذائب تقدر تخلص منه او اغلبه، لكن هون بتخلص من السوليوبل، حتى الذائب بتخلص منه. يعني البكتيريا لها قدره انها تاكل المواد العضويه الذائبه، سوليوبل ذائب صح. كمان اديشنال ريموفال اوف سسبندد سوليدز، يعني الشغلات اللي ما خلصها العالقه اللي ما خلصها البرايمري برضه هون نقدر نتخلص منها. كيف بتتم هاي العملية؟ هاي عملية طبيعية، هيك بالطبيعة. طبعا بتعرفوا الإنسان في أغلب تقنيات الإنسان هي محاكاة للطبيعة. فبالطبيعة أنت لو حطيت مثلا النهر، مثلا النهر بنعرف أنه بتموت فيه الأسماك، في عنا مخلفات الأسماك، يعني بدناش تموت، مخلفات. مش مخلفات الأسماك، مش الأسماك تعمل ككة وهي ماشية في لها مخلفات، في اوراق اشجار، في مواد عضويه. طب ليش لما تروح على النهر بتشوف ما شاء الله صافيه بجري؟ طب البحيره مياه راكده، بس برضو البحيره روح عليها نظيفه بتقدر تشرب منها، مش بس ترسيب، لانه في بكتيريا. البكتيريا طبعا لها كبسته معينه، احنا بنحكي عن الطبيعه من غير ما يدخل الانسان. البحيره بتلاقيها نظيفه مع انه فيها اسماك عايشه. يعني انت هسه جرب حط سمكه في حوض سمك صغير او في كاسه، بدك تغير المي كل فتره. طب البحيره ما بتغيرش ميتها يعني بهالسرعه هاي، ومع ذلك بتلاقيها نظيفه. اذا شو اللي بخليها تتنظف؟ اذا في عندنا ميكانيزم بالطبيعه، هاي الميكانيزم دور عليها الانسان وعرفها وصار يعالج فيها المياه العادمه. اذا use microorganisms to convert organic waste into stabilized compounds similar to self purification process in streams. يعني في عندنا كائنات حيه، كائنات دقيقه، اهمها البكتيريا، لكن في عندنا شغلات ثانيه برضه غير البكتيريا، بروتوزوا وغيرها، ممكن انها تاكل هاي المواد العضويه، لكن بيلزمها اكسجين. في البحيره الاكسجين كافي لها، لانه اصلا الميه نوعا ما نقيه وفيها اكسجين ذائب ومعرضه للهواء، فالاكسجين اللي بيدخل بكفي. لكن في الويست ووتر كمية الأكسجين قليلة جدا، ممكن تكون صفر، وما فيش عندي أكسجين. فعشان هيك إحنا كبشر بنضطر نضيف أكسجين للبكتيريا عشان تكون هذا الأكسجين كافي. فالبيسك إنجريدينس عشان تم هاي العملية availability of high density of microorganisms، إن لازم يكون عندي كمية microorganisms كبيرة كثير، إذا بدنا نربي بكتيريا. good contact between organisms and waste، مش إنه تكون الأورغانيزمز في جهة والويست في جهة، إذا لازم يكون في عندي ميكسينج كويس عشان تتوزع هاي الأورغانيزمز أو يتوزع الطعام على الأورغانيزمز. وأفيلابيليتي أوف ويست، إذا لازم يكون في عندي كمية، مش أنت تربي كمية هائلة من الأورغانيزمز وما تعطيهاش أكل. شوك لودينج، تذكر شوك لودينج اللي حكينا عنه المرة اللي فاتت؟ إذا برضو هذه مشكلة. وفيفربل تمبريتشر، إذا بدنا ندللها هاي البكتيريا، بدنا ندللها لأنه احنا مربينها هاي عشان تتخلص لنا من المواد العادمه. بدنا نعطيها اكل كفايه، مش بس هيك، بدنا تكون درجه الحراره مناسبه لها، يعني مش لا تكون برد كثير عليها ولا تكون شوب كثير، والبي اتش برضه تكون مناسبه لها. شو اللي بدك اياه يا بكتيريا؟ احنا حاضرين. النيوتريانس، بدك مغذيات، فيتامينات، معادن، مش عارف ايش، نيتروجين، فوسفور، احنا جاهزين. اللي بدك اياه الكربون سورس اللي هو الطعام، بدنا نوفر لها الطعام المناسب، لانه طبعا احنا بدنا اياها، فاحنا بدنا اياها، اذا بدنا نعطيها اللي بدها اياه. وكمان ما نعطيهاش شغلات سامه، نو توكسيك كيميكلز بريزنت. تمام؟ اذا تفضل. كيف بدي ارفع درجه الحراره؟ بنختار بكتيريا مناسبه لدرجه الحراره اللي عندنا. سؤال جيد، لانه احنا بنحكي عن ويست ووتر، كميه المي اللي داخله عندي مثلا حطيتنا بسربيه، حكينا قبل شوي 11000 متر مكعب في اليوم، هذول كيف بدي اسخنهم؟ يعني حتى صح احنا بدنا ندلل البكتيريا بس مش لهالدرجه، يعني نسخن لها 11000 متر مكعب كل يوم كثير هيك صح؟ فعشان هيك بنختار بكتيريا مناسبه. في الشابتر اللي بعد هذا حناخذ عن انواع البكتيريا وكل نوع شو درجه الحراره المناسبه له. اذا في بكتيريا بتحب الشيء البارد، زي انتم مثلا مرات بتلاقي واحد بيحكي لك الدنيا شوب طفي المكيف، بنفس المحاضره بتلاقي واحد بيقول لك لا الدنيا حر كثير او العكس. يعني فالاجسام مختلفه والبكتيريا انواعها مختلفه.
تمام. اذا نختار البكتيريا المناسبه لدرجه الحراره تمام. ان شاء الله في المحاضره الجايه بنكمل. يعطيكم العافيه.